هذه الفقرة قدم لك دايما العديد من النصائح والطرق والتوجيهات اللي تحتاجها في يومياتك مع رضيعك. فقد تكون بعض الأمهات الجدد عرضة لارتكاب بعض الأخطاء لقلة خبرتهم في التعامل مع أطفالهم الرضع. اليوم راح أقدم لكم بعض النصائح الخاصة بألم ظهور الأسنان عند رضيعكم. التسنين، والمعروف أيضا بشق الأسنان، يحدث عندما تبدأ أسنان الطفل بالخروج من اللتة. عملية التسنين هذه تبدأ عادة من سن 3 أشهر وتستمر حتى 3 من العمر. تظهر عدة أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة، الإسهال، تورم اللثة وسيلان لعاب الطفل باستمرار. وهناك بعض الأشياء البسيطة اللي يمكن فعلها لتخفيف هذه الأعراض على طفلك. أولاً التبريد، أي شيء بارد يمكن أن يهدئ احتقان لتة طفلك، بردي حلقة التسنين، العضاضة الخاصة بطفلك قبل أن يستخدمها. ثانياً الضغط، الضغط على لثة الطفل المحتقنة يعمل على تقليل الألم بشكل كبير كإعطاء الطفل لعبة بلاستيكية مرنة ليضغط عليها بلثته، أو إعطاء الطفل الأكبر سناً البسكويت الخاص بالتسنين. ثالثاً مسكنات الألم، إذا كان طفلك يعاني من ألم التسنين الشديدة استخدمي جل التسنين واللي يعمل على تخدير اللثة، ضعيه مباشرة على المكان المتورم من اللثة. أخيراً يستحب خلال هذه الفترة تقديم الأطعمة اللينة لطفلك مثل الفواكه المهروسة أو الأطعمة اللينة سهلة المضغ مثل الخبز الطازج. تابعونا في الحلقة القادمة بنصائح مفيدة. كونوا في الموعد.